السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لاله خديجه بيوتي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الفيديو رائع ان شاء الله من تحضيرات رمضان. عواشركم مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه والتيسير وبكل المتمنيات. انا اليوم وجدت هنا عندي بريوات وعندي السيجار بالحشوه ديال اللوز على حقه وطريقه بطريقه مغربيه تقليديه كيف ما شفتوا هنايا. عندي هنايا بريوات بالعقده ديال اللوز، تجي رائعه ومعلكه على الطريقه ديالي وطريقه سهله وبكل التفاصيل، يعني ما بخلت عليكم حتى شي نصيحه، تيجيو رائعين وغزالين ومعلكين. تبعوا الطريقه من الاول حتى التالي. هادو السيجار حتى هما بنفس الحشوه اللي درت الحشوه ديال البريوات هما اللي درتهم في السيجار، تيجيو رائعين وغزالين والديكور يا سلام ما شاء الله، والمذاق شنقول لكم رائع رائع ومعلكين من الداخل. وهنا عندي سلو، سلو على ديال الوالده ميدين الحاجه بالقمح وبالقوام ديالو بالتواول ديالو على حقه وطريقه. وكيف ما تنعرفوا رمضان ضروري يكون سلو حتى هو باللوز بالججلان اي حاجه اللي غادي تفيدنا في الصحه ديالنا، ضروري في سيدنا رمضان نوجدوا الشهيوات. كيف ما شفتوا انا وجدته هنايا ودرت عليه هنا اللوز والورد. وبصحتكم وراحتكم ومرحبا بكم، وخليكم تفرجوا معايا في الفلوغ ديالي غادي يكون رائع واستفاده لكم وليا. بسم الله على بركه الله ندوزو نقدم لكم الوصفه ديال البريوات اللي غادي نوجد معكم اليوم. بالنسبه للوز هنايا ديجا راه انايا سلقته وفسخته وبيته ليله كامله باش ينشف. تبعوا الخطوات باش يجي رائع. خليته نشف يعني ليله كامله وغادا نبداو في القلي ديالو. من بعد ما تنشف لينا اللوز تنديرو هنايا واحد المقيله فاش نقليو اللوز، تنديرو الزيت تكون باقا ما سخوناش ونديرو فيها اللوز ديالنا باش اللوز يتقلى مزيان ويطيب يتقرمل من الداخل ميجيش اللوز خضر. بالنسبه للبريوات انا تيعجبوني يكون اللوز صراحه مقلي، ولك ولا تخشي ممكن ديري بزويته وتخشي في الفران. انا صراحه تيعجبني الصراحه مقلي باش تجي داك التعليكه ولا تحسي بداك النسمه ديال اللوز. والزيت اكيد تكون بارده، ما ديروش الزيت سخونه، الزيت بارده نخليه يتحمر شي شويه باش هذاك اللوز يدخلوا شويه الطياب. شفتوا يدخلوا الطياب بيجي طايب حتى من الداخل ما يبقاش خضر اللوز. داكشي باش نديرو في الزيت تكون باقا بارده، ما نديروش اللوز ديالنا في الزيت سخونه باش ياخذ الطياب ديالو، واكيد باش تجينا العقده زوينه. من بعد ما حمرت هنايا اللوز ديالي خرجت يسطر شي شويه من الزيت، وجدت هنايا عندي دوبول باش نديرو خاليني واللوز مهرمش شي شويه. وعندي هنايا سنيده كيف ما قلت لكم دائما العبار ديال السنيده ما بين من بغينا نطحنوا اللوز ديالنا او الكاوكاو ديما تنديروا النص ديال المقدار اللي عندنا. عندنا كيلو غنديروا نص كيلو، عندنا نص كيلو نديروا رابعه. واكيد الحلاوه تبقى اختياريه كل واحد على نسبه الحلاوه اللي تيبغي. اكيد راه معسات راه حلوين ديجا راه حلوين، يعني هذا هو القانون ديالهم. عندي هنايا كاس ديال ما زهر، عندي هنا مسكه الحره ديجا غادي نطحنها معاه، وعندي هنايا الفاني واحد جوج ساشيت الفاني، وعندي قريفه. وبالنسبه للزبده انا الزبده تنخليها حتى تندوبها تولي زبده نوازيت. الطريقه ديال زبده نوازيت كيفاش زعما الطريقه ديالها شحال واحد ما تيعرفش يصايبها. تنديرو الزبده هكا في الكاسرونه وتنخليوها تدوب على واحد النار هادئه حتى تتحيد منها الماء ديالها، تبقى غير ديك الزبده هكاك معسله. هذه هي الزبده نوازيت، غادي نديروها حتى هي في هذه المعسلات ديالنا. هذيك الزبده ما حداتها تتغلي و تحيد منها الماء ديالها. ديرو شويه ديال السنيده
دابا نخليه شويه مهرمش وعاد نديرو البخاليني. كما قلت لكم دائما ضعف ديال ربنا كيلو ديال اللوز غنديروا نص كيلو ديال السكر سنيده، او اللي ما بغاش يدير سكر سنيده ممكن يدير سكر غلاسي سبيسيال حتى الاخير حتى يطحن وسالي عادي عادي يدير سبيسيال ما يطحنش معاه. بسم الله على بركه الله. من بعد ما طحنا كل شيء كما شفتوا هنايا العقده ديال اللوز هي هذه والبخاليني هي هذه من بعد ما طحنا اللوز ولا سائل، وعندي هنا شويه القرفه وعندي واحد القرصه ديال الملحه وعندي واحد الفانيا وعندي الماء ديال الزهر هو باش غادي نجمعوا، وعندي الزبده نوازات كيف ما قلت لكم كيف الطريقه ديال كيفاش تقدري تصاغبي الزبده نوازات، تخليها تطبخ مزيان تتحيد منها داك الماء، وغادي نديرو واحد المعلقه ديال الكونفيتير يا اما معلقه الكونفيتير يا اما معلقه ديال الجليكوز باش نقدروا نجمعوا العقده ديالنا وتجينا ديك العقده معلكه. بسم الله على بركه الله. انا عندي هنايا كيلو ونص ديال اللوز، كل واحد تيدير على قد المستطاع ديالو على قد اي واحد شحال ديال الناس، ممكن يخلط اكثر ممكن يخلط اقل، كل واحد يخلط على على القد ديالو. بسم الله. انا درت في القصريه هادشي كامل باش هادشي خصني نعلكو شي شويه باش كل جميع هاد هادشي كامل يدخل يتماش مع بعضياتو. هذا البخاليني ممكن طحني عند العطار ممكن طحني عندك الا عندك مونيك سعداتك. تيجي رائع تعطي واحد التعليكه زوينه. معلقه كبيره ديال القرفه والفاني وواحد طرطقه ديال الملحه ضروري شويه ديال الماء الزهر ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش هذيك البروره، والزبده هاد جوج معالق كبار ديال الزبده. معلقه ولا جوج معالقات ديال الكونفيتير ولا الكليكوز ولا نيسلي، دابا شفت الناس بزاف تيديروا نيسلي، انا صراحه ما عمرني جربت في البريوات ديالي ديال رمضان كامل ما عمرني جربت فيها النيسلي، مي تيجي زوين تعطي عليك ديجا لوكو ديال النيسلي رائع جدا. ودابا نحاول نخلطوا هذا الشيء كامل مزيان. بسم الله. نحاولوا نخلطوا مزيان بحال غادي نعلكوها باش تعلك لينا وما يجيوش ناشفين ما يجيوش ناشفين من داخل البريوات، يجيو فازقين. والحلاوه تبقى اختياريه، بالنسبه للحلاوه تتبقى اختياريه. انا غادي نصاغبهم اليوم ونخليهم يباتوا حتى ينشفوا البريوات ديالي، وغدا عاد نكملوهم ان شاء الله باذن الله. شي قصريه تساعدك باش تجمعي الحشوه ديالك. كيف تجي ما تجيش مشقه باش تعرفي واش العقده مزيانه، ما تكونش مشقه ماشي تكون مشقه تكون ناشفه تكون هكا معلكه شي كي جات معلكه. بالنسبه للحلاوه ممكن تذوقوا اللي تيبغي الحلاوه او اللي ما تيبغيش الحلاوه، كما قلت لكم راه معسرات ديجا حلوه
واخا ما نبغوش نديرو الحلاوه هنا ديجا غادي تطفاو في العسل، يعني مادام سميتو معسل الا خلات كل حاجه حلوه وبنينه الا حقها وطريقها. وهاد هاد العقده هذه من توجدوها ما تخليوهاش تبات، لانها غادي تنشف الا بقات لك الحشوه وما ساليتيش او لما قداتكش الورقه ولا شي حاجه ممكن تلغط لي تعاوديها، ضروري تسقيها تعاودي لها نفس هذا الشيء اللي درنا، تعاودي ديري لها زبيده وديري لها الماء الزهر باش تجمعيها. كيف ما قلت لكم تكون هكا مدسمه كما تشوفوا، ما تكونش مشقه. شوفوا كيف دا هذه فازقه، شوفوا غير يديا فيها ليدام. ودابا غادي نمشيو نبداو نشكلوا الشكيلات اللي غادي نخدموا بهم، كويرات. بالنسبه للبريوات ديجا قطعنا هنا الورقه ديالنا ومدهونه باش تخدمي خدمه سريعه، انك تقطعيهم شرائط طوال بحال هكا. تكوني ديجا وجدتي كويرات وتحطي بحال هكا واحد الخمسه ولا واحد سته وتبقاي طوي، تجي حتى الخدمه دغيا سهله ما تبقى تاخذلكش الوقت بزاف. هكا تيجيو لنا ساهلين، تنستفوهم نديرو الكويرات ديجا نكونو موجدينهم ونبداو الطوي ديالنا. اول حاجه الطويه الاولى تكون على الجهه اليسار باش تجيكم طويه زوينه، ونبقاو غاديين بحال هكا والصبيعه ديالنا نجمعو الجوانب بهاد الطريقه بهاد الطريقه هكذا. شوفوا الصبيعه ديالي كيف مخشين بحال هكا، تنجمعو الجوانب مزيان تنزيروهم ونحاولو نبركو باش القنيته تمشي لهم العقده ديال اللوز هكذا. ونجيو هنا نديرو شويه ديال الطحين والماء اولا البيض البيض هكذا، ونمشيو للعتاني الاخرى عاوتاني هكا حتى نساليو، وديك الساعه نديرو الفينيسيون ونلصقوهم نجمعوهم مزيان باش ما يتحلوش لينا في القلي. شوفوا يديا كيف غاده، شفتوها؟ شوف صبعاني ديما تنسرحو بها القنيتات وفي نفس الوقت تنضغطو على الحشوه باش تمشي لينا العقده في الجوانب هكا. نديرو حنا كاع في هاد البلايص كاملين هكدا، تنمشيو تجينا الطريقه هادي ساهله، تنمشيو بالزربه ما تنبقاوش نضيعو الوقت. شفتو ها هكا، والقنيتات ديما نسرحو القنيتات هكدا. درت معكم شحال من وحده باش المبتدئين يشوفوا الطريقه ديال اللويه. كما قلت لكم اول لويه تتكون على اليسار، الا درتي على اليمين ما تجيكش هاد المثلث هذا ما تيجيكش مزيان هكذا. ونبقى نجمع الجوانب بالصبيعه ديالي ونضغط في نفس الوقت هكذا هكذا هكذا. بالنسبه هنا باش نجيو نلصقو بحال دابا هاد القنيت هكذا شايط، غادي نقطع شي شويه بمقياس ونخشيه خشيه بهاد الطريقه هذا بتو، ونبرك عليها شي شويه باش يعمرو القنيتات. صافي ماما. بالنسبه للسيجار نقطعهم هكا مثلثات ونحيدو لهم هاد الجوانب هادو من هنا ومن هنا باش يجيونا ساهلين. هادو حيدتهم باش تجينا التلويات مزيانه، ونحطو بهاد الطريقه باش تجينا ساهله. نستفو ونطويو بحال هكا، ملي تحيدو داك الجناول تيجيو قنيتات مزيانين. واخا مامي، ونطويو ونسدو بشويه ديال الطحين والماء لصقه ديال المغاربه ونحربلو بهاد الطريق، تيجيو رائعين السيجار. هكدا هكدا شويه ديال اللصقه، نجمع مزيان هاد الجوانب وندور ونحاول نضغط باش نعمر القنيتات باش ميجيوش القنيتات خاويين. هادو هما السيجار اللي وجدت معاكم، وهادو البريوات. دابا انتهينا من هادشي كامل، غادي نخليهم يباتو تينشفوا لينا ان شاء الله.
الصباح عاد نقليوهم، خليوهم حتى ينشفوا باش يبقاو شادين الفورمه ديالهم وما يتحلوش لينا في القلي. بسم الله على بركه الله نبداو القلي ديال الكنطاش والبريوات اللي عندي. بالنسبه للعسل اللي غادي نخدم به انا، هذا العسل هذا ديال سطيله، الصراحه رائع وزوين اختي، خلي حتى يعني عسل الكاليتي مزيانه، تبقاو حتى البريوات والقريبات تبقاو شادين هذاك التعسيله ديالو. بسم الله على بركه الله. خلي الاولى ديال البريوات نديرو النار تكون مجهده غير شويه، خلاص ما نخليهمش يتحمر بزاف لان ديجا غادي يدارو في العسل. ديو غير بحال هكا البيبي، شوف غير بحال هكا ونحطو في العسل. بعد ما غادي نقليهم نديرهم في العسل وغادي نخليوهم عاوتاني يباتوا باش يشبعوا في التعسال. شوف كيجاو محمرين بهبيين. ودابا غادي نبداو نقليو السيكار اللي درنا، صراحه من تيباتوا تينشفوا مزيان، تيصبح السيكار رائع ناشف. شوفوا كي تيصبح شاد راسو، تخافوا عليهم كاع واش يتحل لكم في المقله ما تيتحل. هاد السيكار درتهم هاتا هما في الزيت ما تيتحلوش، واللي بغى يديرهم حتى في الفران تيجيو حتى زوينين في الفران، ولكن الصراحه المعسلات هما القلي. اكيد في رمضان خصنا هلكو المعده. دائما نخليو شي شويه ديال العسل من نفندو كلشي هاد البريوات ديالنا اولا السيكار، عاد نزيدو شويه ديال العسل من الفوق لان هاد العسل هذا غادي يبات فيه. ندير بحال هكا العسل من الفوق باش يشبعو العسل. ها وخلاص العسل ماشي ضروري باش تسخنوها لان ديجا قنينطات والبريوات راهو ما سخانين، راه العسل تيولي ديجا سخون ودايب مع راسو. جاو لون ذهبي غزالين، يا سلام. هنا ساليت غادي نخليها ان شاء الله حتى الصباح وعاد نزينوها ونخدموها طبق التقديم وبالصحة والراحة.